نظرة الآن مشاهدينا على موقعنا على الإنترنت arabic.rt، وفي أهم الأخبار نقرأ هذا العنوان: مندوب روسيا لدى الناتو، الحلف غطى على تركيا سياسيا وهو بذلك يتحمل المسؤولية عن إسقاط القاذفة الروسية. يمكنكم متابعة تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا عبر موقعنا. قبل 100 عام شكلت لوحة المربع الأسود للفنان الروسي كازيمير ماليفيتش شكلت نقطة تحول جوهري في الفن التشكيلي العالمي. الاهتمام الذي لم ينقطع بهذه اللوحة منذ ذلك الحين يكتسب زخما جديدا اليوم مع اكتشاف خبراء جاليري جديد حكومي روسي تفاصيل أوفى وتفاصيل كانت تخبأها اللوحة طوال هذه السنوات. التقرير التالي. المربع الأسود يكشف بعض